هكذا هتفنا رفضا للمذلة والجوع والركوع تحت وطأة حصار إسرائيل. ففي الجمعة 50 لمسيرة العودة على حدود غزة الشرقية كانت المرأة الفلسطينية عنوانا للتظاهرات في يومهن العالمي، فتقدمنا الصفوف ليثبتن أنهن شقائق الرجال في الحياة والنضال ضد الاحتلال. احنا اليوم المرأة العالمي وحنضلنا نناضل بإذن الله لما يفكوا حصارنا على قطاع غزة. بدنا حقنا، بدنا أرضنا، بدنا فك حصار، بدنا حقنا، يعني كفلسطينية بندور على حقنا. ورغم سلمية الحراك الجماهيري الذي شارك فيه الآلاف من الفلسطينيين، إلا أن جيش الاحتلال لم يتورع في استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات. الإصابات تتفاوت ما بين أعيرة نارية متفجرة وأعيرة نارية عادية. هناك عدد من الإصابات كانت عبارة عن تهتك في أجزاء الجسم وأنسجة الجسم جراء هذه الإصابات. المسيرات التي جاءت بالتزامن مع وجود الوفد الأمني المصري في غزة للتكثيف من جولاته واتصالاته لتثبيت تفاهمات التهدئة وكسر الحصار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حمل معه مؤشرات إيجابية بحسب ما تقول الفصائل في القطاع. بشكل عام المؤشرات إيجابية، ولكن بحاجة لمزيد من الوقت، لنعطي مزيد من الوقت باتجاه الأسبوع القادم من أجل أن نصل إلى نتيجة. ونقول لهذا العدو المجرم، نحن لدينا الكثير مما نستطيع أن ننغص به على هؤلاء القتلة والمجرمين وقطعان المستوطنين في غلاف غزة، وهذا ما شاهدناه الأسبوع الماضي. تحركات وجهود يبحث فيها الوسطاء عن مخرج سريع لتفادي أي تصعيد عسكري متبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مع انقضاء الجمعة 50 لمسيرات العودة، لا يبدو أن حدود غزة ستكون على موعد قريب مع الهدوء. فحتى وإن نجحت الجهود المصرية لتثبيت تفاهمات التهدئة، ستبقى الاستجابة الإسرائيلية لمطالب كسر الحصار مرهونة بسياسة المماطلة والابتزاز والاستنزاف. حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.